السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، الجزائري يتكلم في موضوع بناء علاقة استراتيجية مع فرنسا، تابعوا معنا هذا الفيديو. بناء علاقة استراتيجية مع فرنسا بكل بساطة، مانيش راح نقول لك هي واش راح تدي سواء من ثروات اكسيتيرا اكسيتيرا والتسيير اكسيتيرا. راح نتكلم لك على السلاح الفتاك تاع فرنسا. وشني هو؟ اللي تعطيه لها انت، وهي اللغة تحت غطاء لا فرانكوفوني. اللغة سلاح فتاك لفرنسا. تبدا الخدمة نتاعها من الابتدائي، تبدا لك مع الأولاد من المتوسطة للليسي حتى تلحق لك للجامعة. تلحق لك اللي كادر نتاعك اللي راح يحكموا مستقبل بلادك. تغرس فيك اللغة من صغر، حتى وإذا بديت تكبر شوية وبديت تحب تشوف العالم كيف راه عايش، تلقى روحك محتوم أنك تروح إلى القنوات الفرنسية باش تشوف. هنا تبدا هي تخدم خدمتها وتدز لك السم نتاعها، توري لك لو فيفر على فرونسيز، على الطريقة الفرنسية، لي بو فيلاج اكسيتيرا، لو بارادي. تبدا تغرس لك الجنة، وكأن فرنسا هي الجنة فوق الأرض. ما تخليكش تشوف منا ولا منا، تشوف لا أمريكا، تشوف لا بريطانيا، لا ألمانيا، لا الصين، لا روسيا، لا أستراليا، لا والو، تشوفها غير هي. تبدا تزوق لك في الحالة، تولي انت تحلم، فهمت؟ تلقى حتى يعني تروح لك الأبعد نقاط، حريات والديمقراطية واكسيتيرا في الإعلام نتاعها، تشوفهم كيف زاهين، كيف يسهروا، كيف يقصروا، ديسكو منا منا منا. شباب ما على بالكم مش معناتها الشباب، من ثم تبدا تدزلك. انت ما تروحش الجامعة، تلقى انسان حتى من بعد كبر ولا بخير عليه تاجر كبير وهذيك، تلقاه لازم يروح لفرنسا، لازم يشوف فرنسا، حاجة تغلي لدغلاني، وهي مزروعة فيه من صغره ومسكين ما على بالوش. تغري ما يروح لو تلقاهم حتى يحاربوا اسبانيا، بصح ما يبعدوش في اسبانيا، لازم يطلعوا لفرنسا. فهمت ولا ما فهمتش؟ عنده لاباس به هنايا، عنده كلش، بصح يخلي ويحرق ويروح، لانه لازم يلحق لديك لا تو ايفال. فهمت ولا ما فهمتش؟ بعدها اذا قريت ورث الجامعه تولي كادر، وهنا هي باش تحب تطور روحك، تلقى روحك محتوم باش تطور روحك، ما تقدرش تقرا في جامعات امريكيه ولا مشكل لغه، مشكل حتى البرامج اللي تقريتهم في الجامعه برامج فرنسيه، اتفاقيات ما بين الجامعات واكسيتيرا، تلقى روحك محتوم انك تروح لفرنسا. كي تروح لفرنسا واش دير؟ تقرا على الطريقه الفرنسيه كما حابه فرنسا. اللي قعد عندها قعد يخدمها، واللي يروح يروح بيان سير راح الحلول ولا الاسم اللي يديرهم على طريقة الفرنسية، لانه الموديل بالنسبه لي هو سي فرنسا. وحتى القاعده المتشبعه بالاعلام من صغرها تقبل الحلول، حتى هي ان تكومباري الحلول اللي جبتهم بينك وبين فرنسا. داكور خويا العزيز؟ وهنا تلقى روحك خاضع وفرنسا لحت عليك الدار بطريقه ذكيه. السؤال المطروح، انت كي عطيت لها كلش، هي واش تعطيك في المقابل؟ فرنسا تعطيك حاجة واحدة برك في العلاقات معها، تعطيك إلا التأشيرة الفيزا، وهذا هو السلاح نتاعها من بعدك. ولا شتو عندما تتصادم مع الدول واش دير؟ واش دير فرنسا؟ تقلص في التأشيرات، تمارس الضغط بالتأشيرات، لأنها على بالها باللي راك تغلي، لازم تجي لعندها. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ في الأخير إن شاء الله تكون الرسالة وصلتكم خاوتي، لانه حنايا ما فاهمينها مليح، وعليه نهار جا ماكرو هنايا تبون عطالو، واش عطالو؟ عطالو كاسيطه والحديث قياس. سلام خوتي.